الكثير والكثير نحو الجمهورية الجديدة. اسمحوا لي دلوقتي ناخد كمان مكالمة يعني غالية علينا، جناب القمص بول الشحاتة وكيل عام مطرانية جنوب ألمانيا. سلام يا قدس أبونا. سلام والنعمة أبونا. يعني قبل ما نكلم قدسك عبر زوم كنت بتكلم عن الجمهورية الجديدة، وقبل ما أسأل قدسك عن يعني نزول المصريين النهاردة في ألمانيا للإدلاء بالأصوات بتكلم عن التغيير، وعايز أسأل قدسك شايف مصر اتغيرت إزاي؟ قدسك لما بتنزل مصر بتشوف مصر حقيقة اتغيرت؟ طبعا طبعا بكل تأكيد، يعني طفرة كبيرة جدا. احنا يعني أنا 73 سنة العمر عشته كله بشوف إيدين بتخرب كانت في مصر. صحيح، بتكلم بمنتهى الصراحة، ولأول مرة نلاقي واحد بيعمل بمنتهى الصدق والإخلاص من أجل مصلحة مصر، يعني بيبذل قصارى جهده. الحقيقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اللي ما عملهوش كل الرؤساء اللي قبل كده في 70-80 سنة فاتت. لا، تغيير كبير وتغيير شامل وتغيير من أجل خير مصر ورفعة مصر ورفع مصر وحطها في مستوى عالي. صحيح أبونا، لو سألت قدسك عن الوعي والفكر لدى العايشين برا مصر، بتكلم عن الشباب، بتكلم عن الجيل الثاني والثالث، بتكلم عن كمان طبعا أهلينا اللي عايشين برا بيكون عندهم طبعا وعي أكتر شوية، وبتكلم عن دور الجالية، وبتكلم عن دور الكنيسة في ألمانيا نحو الوعي السياسي، إن الناس تبقى عارفة الواجب اللي عليها تجاه مصر. دي حقيقة. يعني إحنا الحقيقة من أول بداية حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا واخدين موقف إيجابي 100%. إحنا قلنا وكتبنا وبعتنا عدة مرات للجرايد والمجلس الشعب أو النواب بتاع ألمانيا وللرئاسة إن هذا ليس انقلاب عسكري زي ما كانوا بيسموه في الأول الغرب. صحيح. إنما دي إرادة شعب كامل، 30 مليون وأكتر نزلوا الشارع يعلنوا تأييدهم للي بيحصل ولإنقاذ مصر من قبضة الناس المخربين. صحيح. وإحنا عملنا أوتوبيسات من أول زيارة للرئيس لألمانيا كانت في أيام ميركل اللي هي المستشارة، ورحنا وقفنا في برلين نؤيد ونؤكد تأييدنا لموقف الرئيس السيسي في كل الدور اللي قام بيه من أجل إنقاذ مصر ووضعها على الوضع السليم. أبونا عايز أسأل قدسك بس، هو اللجان في ألمانيا دلوقتي أغلقت ولا لسه في باقي وقت؟ لا، باقي ساعة تقريبا. علشان كده يا أبونا أنا بس يعني مش عايزين نخترق الصمت الانتخابي ده بالنسبة ليكوا برا، مش عايز قدسك يعني نتكلم عن مرشح بعينه. أنا عايز أقول يعني بيقول لو سكتت الحجارة أو لو سكت هؤلاء لنطقت الحجارة، يعني احنا ما نقدرش ما نقولش الحقيقة. احنا غصب عننا بنتكلم لان الفرحة اللي فينا من جهة اللي عمله. كلام قدسك مظبوط، ولكن القانون فوق الجميع حتى لا نخترق الصمت الانتخابي. عايز اسأل قدسك يعني هناك اي معوقات كانت بتعوق الناس في الادلاء باصواتها النهاردة ولا اول على مدار 3 ايام في المانيا؟ يعني في اي مشاكل كانت بتقابلهم؟ اللي احنا بنتابعه اللي شايفينه وما عارفينه إن احتفالات يعني في القنصليات المصرية والسفارة المصرية احتفال، الشعب بيحتفل يعني كأنه يوم عيد. صحيح. عشان خارجين وهم واثقين في اللي بيعملوه وواثقين من إن الانتخابات حرة وإن بكل قلوبهم بيأيدوا. يعني أنا عايز أقول إن الموضوع أكثر من إنه انتخاب، هو مبايعة، الكل بصوت واحد بيقول كلمة واحدة. صحيح. أبونا عايز أعرف دور الكنيسة، يعني بعد ساعات أو شفنا في الفترة الأخيرة في بعض المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني من بعض اللجان، أنا مش عايز أقول أسامي ولا حتى أعمل لهم قيمة أصلا، أي حد أيوة. أي حد هيتكلم عن مصر بشكل ما يليقش يبقى خاين، ده ملوش مسمى غير كده يعني.
فكرة بقى طبعا. ان الناس تكتب على موقع التواصل الاجتماعي انا هقاطع اصلا انزل اشارك ليه، ابونا بترد ازاي على الناس فكرة انا يعني انا صوتي هيفرق لو نزلت؟ لا طبعا يفرق، يفرق كتير، لان احنا بنعبر عن ما بداخلنا من اجل مصر وطننا اللي قال عنه البابا شنودة، مصر وطن يعني مش احنا عايشين فيه ولكن هو اللي موجود في قلوبنا وفي فكرنا وفي وجداننا. احنا وان كنا في المانيا لكن احنا مصر هي بتجري في دمنا وعرقنا. انا بقول لحضرتك احنا نزلنا باوتوبيسات عشان نستقبل الرئيس ساعه ما وصل اول زياره ليه بعد تولي الرئاسه، وكانت الفرحه في شارع. صح كان في ناس وحشين ومعاندين واقفين على الجهه المقابله بألفاظ ما يتلفظ بيها أولاد الشارع والسوق، لكن لسه يا قدس أبونا في ناس لسه بتكابر، ناس مصريين موجودين في الخارج فئة قليلة جدا أكيد لسه بتكابر وبيبقوا مثال سيء جدا للخونة اللي ضد البلد، لسه في الأمثلة دي موجودة؟ لا لا، أنا بقول ده كان أيام الزيارة الأولى للرئيس لألمانيا، يعني من حوالي 5-6 سنين، سبع سنين دلوقتي أو 6 سنين. لا حاليا يعني الغالبية التانيين ما لهم صوت، حتى في طبعا ناس، في ناس لها رأي وحش وفي ناس بتفكر بطريقة وحشة، لكن صوتهم لا يتعدى يعني الصوت الخافت اللي محدش بيسمعه ولا حد بيقيمه ولا حد. أغلبية يا ابونا، أغلبية اللي بيتكلم عن مصر بشكل مش كويس، وأنا مش هقول أمثلة، بيبقى عايش بره، بيبقى قاعد بره في الرفاهية وبيجي يتكلم عن مصر وبيتكلم بقى وبيقول أمثلة غريبة جدا من واقع الخيال. يعني دايما اللي بيجي يتكلم عن مصر بيتكلم عن الأزمة الاقتصادية. هل الأزمة الاقتصادية قدس أبونا موجودة في مصر بس؟ لا، في العالم كله يا حبيبي. احنا هنا الناس كلها بتشتكي من الغلاء اللي موجود وارتفاع الأسعار، ده مش في مصر، ده على مستوى العالم، ودي طبعا سياسات كبيرة، لكن احنا واثقين ان ربنا اللي وقف مع مصر واداها النصرة الكبيرة دي كلها برضه هيديها الانتصار، ومصر قريب هتزدهر وتبقى من البلاد المتقدمة. صحيح أبونا، بصراحة يعني عايز أقول لقدسك أنتوا مثال مشرف للمصريين الوطنيين رقم واحد، وأيضا ممثلين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية كمان، أن الناس تنزل وكبير وصغير ينزلوا يشاركوا، أنتوا فعلا مثال مشرف أبونا. تقريبا قدسك قلت تقريبا ساعتين بتفصلنا عن غلق الصناديق، عايزين قدسك تقول كلمة لإخواتنا اللي عايشين في ألمانيا، سواء من إخواتنا المسيحيين أو من إخواتنا المسلمين، نقول لهم انزل وشارك صوتك أمانة. طبعا أنا الحقيقة يعني أصدقائي المسلمين اللي موجودين هنا في ألمانيا ناس عظماء وناس كلهم يعني متفتحين ومتفهمين جدا، وواقفين كلنا مع بعض مسيحيين ومسلمين. صحيح. قلب واحد وفكر واحد ورأي واحد من ساعة ما قامت ثورة 30 يونيو، وإحنا كلنا متفاهمين إن اللي بيحصل ده من أجل خير مصر ومصلحتها، وإن مصر بدأت تمشي في الطريق الصحيح لإعادة بنائها، البناء الصح اللي يحطها في حجمها المناسب ليها ومكانتها ما بين كل دول العالم. صحيح. ونشكر ربنا إن أصواتنا بتوصل للناس السياسيين والمسؤولين وبيتفهموا كويس جدا ان احنا كمصريين فاهمين اللي بيحصل ايه. صحيح. بشكرك جدا ابونا، ولكن ابونا انا عندي رساله يعني يا ريت قدسك تحملها لكل اخواتي الموجودين في المانيا، وكمان لكل اي حد عايش بره مصر، يا ريت كلكم يعني تقولوا للاجانب او اهل البلد الالمان ان مصر حلوه، مصر جميله، يا ريت كلكم تنزلوا تشوفوا حلاوه مصر. واللي بينزلوا احنا فعلا بنشجعهم، وناس كتير بتنزل وبيروحوا وبيجوا فرحانين. مصر ما فيش واحد يروحها مره وما يقدرش ينزلها ويكرر نزوله ليها مرات. الالمان بيحبوا مصر جدا، وانا كنت لسه بنتفق مع سعاده السفير والقنصل عندنا ان احنا نعمل معارض ونشغلها لحساب تسويق السياحه المصريه. صحيح. بشكرك جدا يا قدس ابونا، قدس ابونا القمص بولس شحاتة، وكيل عام مطرانية جنوب ألمانيا، كنت معنا على الهاتف. كنا بنتكلم عن دور المصريين في الخارج، وزي ما سمعنا كل مداخلة الواجب الوطني، اختيار هذه الكلمة كان عبقري جدا، واجب عليك، واجب تنزل وتشارك.
لازم. وشفنا كمان اخواتنا بره وهو نازل تلاقي راجل ومعاه مراته ونازلين الانتخابات ومعاهم اطفال، انا بستغرب بس واخدين الاطفال ليه؟ عرفت بعد كده ان هو بيعلموا اولادهم، او ده جزء من اللي بيتعلموه في المدارس، ان انت ليك راي علشان خاطر ابنه لما يكبر يعرف ان عليه واجب يقدر ينزل ويشارك. انا كمان بشجع اخواتنا، بشجع اخواتنا كمان هنا في مصر يعلموا اولادهم ازاي يشاركوا. في كمان لازم نشيد كمان بالهيئه العامه الوطنيه للانتخابات، لاول مره في الخارج يتم كمان توفير طريقه برايل بالنسبه لاخواتنا اللي عندهم بصاره، اخواتنا اللي ما عندهمش يعني عفوا يعني ما عندهمش نظر كويس ولكن عندهم بصيره يختاروا بيها كل شيء. وطبعا دي لفته جميله من الهيئه العامه للانتخابات. دايما بقول كل واحد عنده امانه، كل واحد مسؤول. لسه مكملين معاكم تخطيط الانتخابات الرئاسيه 2024 لاخواتنا الموجودين في الخارج. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.